وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم اليوتيوبر معاذ الشيخ. معاذ أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. هلا والله. الله يحييك معاذ. طبعا لو تعرف نظام الأسئلة عندنا بيكون أسئلة خفيفة وظريفة كالعادة معتادة، وبعدين ننتقل إلى الأسئلة اللي تدور حول معاذ الشيخ وكيوتيوبر. مستعد؟ إن شاء الله. نسأل السؤال الأول المعتاد، صف نفسك بكلمة. متحدي. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ إنستغرام سناب شات. أجمل مكان زرته في حياتك؟ مكة المكرمة. مكان تتمنى أو تحب زيارته؟ مدريد. شخص داعم لك؟ والله في أشخاص كثيرين، لكن الأستاذ وحيد عبد الجليل هو يعتبر داعم لليوتيوبر اليمنيين بشكل عام، وكذلك أكرم الراسيني وأشخاص كثيرين. جميل. ومجال دراستك؟ خلصت الثانوية وخلاص. الجامعة؟ لا لا، الثانوية فقط. فريق كرة القدم اللي تشجعه؟ ريال مدريد. واضح. طيب الآن بداية، الآن بشكل مختصر، من هو معاذ الشيخ ولماذا قرر دخول اليوتيوب؟ والله شخص بسيط زي ما انت عارف، يعني شخص بسيط. قررت دخول اليوتيوب، طبعا كنت احاول ان انا ادعم الشباب اللي عنده موهبه، عنده كان منشد او فنان او راسم او كذا، فكنت احاول انشر لهم مقاطع. فجت لمرحله ان اليوتيوبر حاول انه يحصرنا، ان لازم تكون انت صانع محتوى، ممنوع تنشر اشياء ما تخصك. فبديت اظهر ببعض الفيديوهات والى الان. يعني في البداية ما كنتش تظهر أنت شخصياً، كنت تعمل مقابلات عن الخلف ولا كيف؟ أدعم أشخاص عن طريق أن أنا مثلاً أتواصل معهم، أن أنا بنزل لهم مقاطع خاصة وحصرية تكون، بحيث أن أشهر الشخص هذا، وبعدين زي ما قلت لك رجعت ظهرت شخصياً. أنت أيوة حاولت تشهر الناس ورجعت الشهرة لك. طيب رجعت الشهرة لي. جميل، نشوف لك هذا المقطع ونرجع مرة ثانية لنقاشنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. أغنية يا ليالي. يا ليالي يا ليالي، بدون مقدمات ندخل معكم. أغنية يا ليالي من الأغاني اليمنية اللي اجتاحت السوق الخليجي بشكل كبير جدا، وكذلك السوق اليمني معروف. الأغنية حاليا يعني حصلت على مشاهدات ملايين، تقريبا في مقطع وصل إلى 17 مليون، أكثر من مقطع في أكثر من منصة على السوشيال ميديا. فنجي الحين نتكلم عن الأغنية، من صاحب الأغنية، من أول من غناها، لماذا انتشرت بهذه السرعة. يا ليالي يا ليالي. الأغنية ليست للفنان صلاح الأخفش، الأغنية للفنان إبراهيم الطائفي. كلمات ولحن وأداء، هو أول من غناها، والبعض لا يعرف هذا الشيء. غناها كثير من الفنانين، ولكن وبكل أمانة الأغنية بصوت صلاح الأخفش هي اللي انتشرت بشكل كبير جدا جدا. طب بعد ما شفنا لك هذا المقطع، نسألك ما هو أكثر الفيديوهات اللي لاقى رواج، أكثر مشاهدة حالياً؟ هو يعتبر الفيديو اللي خاص بأغنية يا ليالي، اللي هي من صاحب الأغنية الرئيسية. أيوة. وكذلك بعض الأشخاص اللي غنوها بدون ذكر مصدرها الأساسي اللي هو فن اليمني، واللي هو خاص بإبراهيم الطائفي، نوجه له تحية، وللفنان اللي غناها كمان اللي شهرها بالخليج اللي هو صلاح الأخضر. ليش تعتقد هي أكثر فيديو لاقى رواج مشاهدة؟ والله شوفي، لما أحيانا أنت تمشي مع الترند، فالترند كان بالفترة هذه حاليا حتى الآن ما زال عن الأغنية. فحاولت أجيب معلومات عن الأغنية، بحيث ما الحين أي شخص يسمع الأغنية صار أنه يحب يتابع منه صاحب الأغنية الرئيسي. يعني أفهم أنك تعتمد في اختيار المواضيع على الترند؟ هو شوف، الترند فكرة صحيحة أحيانا، أنك تضطر أنك تخرج خارج الترند، بس الترند إذا استمر عليه الشخص جدا حلو. جميل. طيب أنت كيف تختار إذا ما اعتمدتش على الترند وخرجت عن اختيار هذا، خاصة أنه موضوعاتك دائما متنوعة بين رياضي واجتماعي وغيرها، على إيش تعتمد في الاختيار؟
والله اختيار احيانا زي ما قلت لك اذا ما اعتمدش على الترند احيانا مثلا فيها اشياء دائما تحصل بنفس الوقت غير اللي هو الترند. مثلا اشخاص تجي فكره ببالك ايش بسوي ايش على موضوع كذا موضوع يكون ما حد يعرف عنه فتبغى تطرقين وجهات النظر عليه او الاشخاص عليه. جميل. برنامج اخبار واحداث حدثنا عنه. والله هذا طبعا فكرته جت قبل تقريبا 3 أسابيع. البرنامج راح يكون ان شاء الله يتكلم مثلا عن احداث حصلت ونعلق عليها ونسلط الضوء عليها وبنفس الوقت لو في وجهه نظر نطرحها بعيدا عن السياسه وهذا اهم شيء بالموضوع. ما راح نتطرق على السياسه ابدا ان شاء الله. طبعا ريح راسك. احسن والله. جميل. طيب من وجهه نظرك ايش المعايير الاساسيه لاي يوتيوبر ناجح؟ والله المعايير تختلف طبعا واهم شيء الفكره والمحتوى اللي بيقدمه للاشخاص. طب هل عدد المشاهدات يعني يدل على نجاح اليوتيوبر؟ لا هو يدل على نجاح القناه لانه اليوتيوبر يدل على الاشخاص اللي تاثروا في الاشياء اللي قدمتها. اما المشاهدات والاشتراكات هذه تخص القناه فقد ربما في محتويات وانت عارفه باليوتيوب في محتويات ما تستحق انها الشهرة هذه أو المشاهدات هذه اللي تلاقيها. طيب من خلال تجربتك باليوتيوب إيش هو المحتوى اللي يجذب الناس؟ مثل ما تكلمت أنت من قبل إيش هو اللي ممكن يجذب الناس؟ بالفترة الحالية أصبح الترفيهي أكثر جذبا للناس. في ناس يقولوا إنه المحتوى التافه بين قوسين هو اللي يجذب الناس، إيش رأيك؟ حقيقة ما قد ربما نخفي بعضهم يقول لك لا بس هو حقيقة أشياء تافهة وتشوفها ملايين المشاهدات ممكن تعطيني مثال للأشياء التافهة اللي تلقى رواج أخاف يجيب العيد لأنه بالذات في معك يعني في أغنية مشهورة وصلت ل 40 ل 50 مليون إيش اللي خلاها تافهة وصلت صاموا لي خبز طيب كيف تقيم؟ طبعاً تفضل. الأشخاص أنفسهم يعني الأطفال بالذات اللي يستهدف هذا الأطفال فالطفل يسمع أي أغنية أعتقد هو اللي يستهدفه الأطفال. طيب تجربتك الشخصية في اليوتيوب كيف تقيمها؟ والله لسه لا ما زلت أنا حالياً بالبداية يعتبر وإن شاء الله التقييم هو للمشاهد نفسه. اليوتيوبر نوعاً ما صعب يتكلم عن يوتيوبر آخر لكن هل ممكن تقدم لنا يوتيوبر يقدم محتوى مفيد؟ والله يا بيبي خارج اليمن ولا باليمن؟ زي ما تشوف انت بحسب تقديرك. شوف خارج اليمن اشوف البحريني عمر فاروق اعتقد رقم واحد على عربيا يعني. معنا هنا باليمن على مستوى اليمن عز الدين عارف معنا عز الدين عارف معنا كثيرين اخاف اذكر اسماء وتنسى اسماء بعدين يحاسبوك. اي والله هذه. طيب الصعوبات اللي تواجهك كيوتيوبر؟ والله أنا يعني حالياً الصعوبات إن أنا شغال يعني ما نش إن أنا متفرغ لليوتيوبر تماماً فيعني وقت فراغي فقط إن أنا أقضيه باليوتيوب. جميل. فأكيد لازم يتفرغ واحد لليوتيوب وبنفس الوقت لازم يكون في مثلاً فريق إعداد مثلاً أنا الحين أجهز الحلقة ومنتجة وكل لازم أدور الأفكار فصعب لما يجي واحد غير لما يكون في مجهز لك كل شيء تقدمه براحتك. طيب برأيك السؤال اللي يكرهه اليوتيوبرز إيش هو؟ ايش هو؟ عارفه قد سمعتي كنت تساليهم من على اي مسألة؟ انا موقف ارباحي. ليش موقف ارباحك؟ اليوتيوب والله موقف ارباحي من قبل 4 أو 5 أشهر فانا مش شغال يعني علشان اربح والله بالفتره الحاليه بس كذا علشان اكمل نشاطي باليوتيوب. كل اليوتيوبرز يقولوا ما نربح. طيب معلش بنقز عليكم. لا 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 انا كنت اربح بس بالفتره الحاليه بعد ما قلت لك اليوتيوب حذفنا بعض المقاطع واللي كنت انزلها للمواهب وغيره فموقفين لحد الان مستنيين ان شاء الله راح ينظروا في امري. طيب طالما وقفوك الان ممكن تقول لي هو يعني اكثر مبلغ ربحته من عندهم؟ شوفي القنوات او اثمن هديه ممكن ربما قدموا هدايا. لا لسه مش هدية بس يمكن تقريبا زي ما قال لك عبد الرحمن الجميلي في احد اللقاءات 1000 وخلاص. 1005 دولار؟ لا لا 1000 بس 1000 بس دولار. ايه مبلغ وقدره يعني. طيب نصيحة لأي مبلغ؟ لا قلت لك القنوات العادية هي تربح اكثر بس كيوتيوبر ما راح يربح يعني انا كباليوتيوب صعب بالفترة هذه المشاهدات غير عن المشاهدات اللي كانت بالمحتوى المنوع. فالمحتوى هذا اصبح محدود. طيب معلش بتتعوض. نصيحة لأي لا شخص؟ لا إن شاء الله خير.
معاذ، نصيحة لأي شخص يريد دخول عالم اليوتيوبر أو اليوتيوب؟ أول شيء إنه يعني لا يأس ويحط هدف في باله ويستمر عليه. وبحسب تقديرك ماذا حققت في يوتيوب لحد الآن؟ والله اللي حققته تقدر تقول لسه ما حققت اللي أطمح له، بس تقريبا لما تشوف شخص مثلا يشكرك بالشارع أو يقول إنه تابعك، فهذا يعتبر أكبر شيء حققته. تحدثت أنك ما وصلتش لطموحك، إيش طموحك؟ العالمية. جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر. إن شاء الله خير. الله يسعدك، شكرا. معاذ الشيخ، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق.